بعد طول انتظار، ها هي مديرية المصارح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تعلن عن صدور دفتر الشروط الجديد المتعلق باستيراد العجول الموجهة للتسمين أو الذبح، حيث يمكن للمتعاملين الاقتصاديين من التسجيل عبر منصة رقمية تابعة لوزارة الفلاحة والاطلاع على شروط الاستيراد. مع صدور الدفتر الشروط الجديد، باشر المتعاملون الاقتصاديون مستوردي الحيوانات الحية تحضيراتهم، إلا أنهم أكدوا أن هذا الدفتر ورغم ما جاء به من جديد لا زال لا يرقى لمستوى تطلعات المهنيين. وجدي الكورة تاعنا تشوف نظاف، مصبوغين، ديزنفكتي، فهمت، الأرض، البوطوات، كلش المهم رانا موجدين روحنا باش أمي توت الكونديسيون بنوت كوتي. إحنا كنا نستناو فيه، عندنا بزاف نستناو فيه الافتتاح هذا باش يجينا نبداو نخدمو. إحنا موجدين روحنا كنا نستناو يعني في التغيرات من ناحية مانيش عارف أنا، من ناحية صحية، من ناحية تاع الميزان، يزيدوا شوية الميزان، من ناحية تاع كي البقري كي تاع التسمين كي تاع الآخر. ما كان والو جديد في الحقيقة، ما كان والو جديد، لي ميم كونديسيون اللي قبل هما درك. تنظيم استيراد عجول التسمين أو الذبح أمر جيد، سيمكن من كبح جماح أسعار لحوم الحمراء، إلا أنه يبقى مجرد حل مؤقت إن لم يتبع بإجراءات صارمة لتحسين الإنتاج المحلي وضمان وفرة اللحوم طيلة السنة بأسعار معقولة تحمي المربي وتريح المستهلك.